ألف ألف مبروك لموصل، وألف ألف مبروك لأهلنا في هذه المحافظة الكريمة. لقد وصلت نتيجة الفحص المختبري للمعتمر من بغداد وكانت سالبة والحمد لله. كانت هذه النتيجة بعد أن قمنا بإرسالها إلى بغداد للمرة الثانية، وقد تابعت هذه النتيجة لحظة بلحظة مع مختبرات الصحة العامة في بغداد، وظهرت النتيجة سالبة. إن شاء الله تبقى الموصل نظيفة آمنة بعون الله تعالى وبهمة جميع الغيارة وبتضافر كل الجهود. ونقول مرة أخرى لأهلنا في الموصل، ثقوا بأننا حريصين على حياتكم وحياة أبنائكم، وما قمنا به من إجراءات كانت جميعها ضمن الضوابط وضمن التعليمات الوزارية التي اتصلنا من الوزارة، وكل هذه الإجراءات هي خدمة لكم ولكي نحافظ على حياتكم. نحن نعمل ليلة ونهار لأجل أن تكون المحافظة نظيفة، ونحن نعرض أنفسنا لخطورة الإصابة بهذا الوباء، ولكن نحن نبقى خدما لهذه المحافظة. شكري وتقديري إلى السيد محافظ نينوى الداعم لدائرتنا دار الصحة، والذي كان بتواصل معنا لحظة بلحظة، وكنا جدا قلقين من هذه الإصابة ومن هذا الأمر الذي حصل، ولكن والحمد لله هذه الإصابة الثانية أخواني التي تصل إلى المحافظة من خارج المحافظة وليس من الداخل، وهذه الإصابة هي التي نحن قمنا باكتشافها وقمنا بجميع الإجراءات التي تضمن وتحافظ على سلامة أهلنا في الموصل، وقمنا بكل الإجراءات اللازمة والصحية من حجر المعتمرين، ولم نسمح للمعتمرين بالخروج إلى بيوتهم حسب ما نصت عليهم الأوامر الوزارية التي تقول على المحتجرين البقاء في بيوتهم وعدم السماح لهم بمغادرة البيوت إلا بعد ظهور النتائج، ولكن نحن بقينا المحتجرين المعتمرين في المحجر ولم نسمح لهم بالمغادرة إلا بعد أن ظهرت النتيجة. مرة أخرى ألف مبروك للموصل، وسنبقى إن شاء الله حريصين على أن تكون هذه المحافظة آمنة ونظيفة، وندعو مرة أخرى إخواننا القوات الأمنية إلى التعاون مع دائرة الصحة نينوى، كما نطلب وندعو إخواننا المواطنين وأهلنا في مدينة الموصل على اتباع الإرشادات التي تقدمها دائرة الصحة نينوى لكي تبقى هذه المحافظة نظيفة، وستبقى هذه المحافظة نظيفة بعون الله وبهمة الغيارة. شكري وتقديري إلى قناة الموصلية البطلة المجاهدة التي سرعت التي كانت منذ البداية يدا بيد مع دائرة الصحة نينوى وتقوم بنقل الحقائق المباشرة إلى المواطنين، إضافة إلى أن لها دور كبير في توعية المواطن الموصلي لاتباع القرارات التي تصدرها دائرة الصحة نينوى. إن شاء الله نعمل يدا بيد لكي تبقى محافظة نينوى نظيفة. شكري وتقدير مرة أخرى إلى كوادر مختبر الصحة العامة في بغداد الذين أيضا قدموا لنا الدعم القوي في الإسراع في عملية يعني ظهور هذه النتائج.